بين المحفظة، الميدع، الكراسات والكتب المدرسية تعددت مستلزمات العودة المدرسية وارتفعت تكاليفها، ارتفاع يجابه بعض التونسيين بسلوك استهلاكي متباين. عنده الساك متاعه متاع مناول، فهمت فيش، عنده التروسويات متاعه واحد وكل يعني زيت مبذره يعني ما تعرف وضع متاع البلاد، واحد لازم شوية 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 من الأول الصيف خلي ميزانيه على خاصه خاطر كي تجي يزمك تلقى معناتها طول تقضي. طب ليا من 40 30 فهمت شي عندي انا مش مكلف لانه هيك واجب علينا يلزمنا نقوموا به. ما يغليش مع القرايه. ما بديتش نشري قاعد نستنى ثم شي ما تنقص الاسوان. تكلفه غاليه خاصه السنه تكلفه غاليه. ثلاثه صغيرات شهريتي تكفي دوب الشريان اللي يلزمهم بالمليون و200 مليون ونص للصغيرات للعوده المدرسيه. ونبقى حال فمي للساق وللصنيد. ما نجمش نشري كل فرد مره، نبدا ناخذ لها لي فورنيتير على الاول بشويه بشويه، حتى انت تحضر 500 تحسها شيء ما تعمل لك، على الاقل تولي لك تزيد 300 اخرى 400 اخرى تحب لها. انا مش صاحب شهري، انا بريفي وحدي خاصه ولا حاجه، الحمد لله مستور، لكن راني نشري ماذا بيا الدعم يكون يصير، خاطر مش دخلها انا ب 800، دخلها ب 500 برك يقابلني خير. كلفة العودة المدرسية تختلف حسب المراحل التعليمية وتخضع لاختيارات الأولياء وفق أصحاب بعض المكتبات. الباك أي أغلى، سكوندير غالي خاطر كرارس هما كالكبار. تو البريمير تنجم تاخذ كرارس مدعمة وما تكلفش. وفما اللي يطلب كراسة سوبر، تكلفة التلميذ تنجم يحددها الوالي. تنجم تاخذ باكو أقلام تلوين مثلا ب 5000، وتنجم تاخذ باكو أقلام تلوين ب 3000 وب 2000 فرنك وبدينا. يقول لك غالية. خذ على قد فلوسك، المهم صغيرك عنده ما تخليش ناقص، المهم موجود. بنسبة 30% ارتفعت كلفة العودة المدرسية وفق الخبير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية منير حسين، ما سيعمق من نسب تداين الأسر. العائلات تاخو المستلزمات المدرسية وتقعد تخلص مشاهرة يعني بالشهر، وساعة ساعات تعدى السنة الدراسية وهي غير قادرة أنها باش تسدد معاليم المستلزمات المدرسية. كان نحبوا نقعدوا في المؤشرات متاع مستوى الفقر اللي هي تهم تقريبا حوالي 50% من سكان البلاد التونسية، جزء من الفئات هذه غير قادرة أنها باش توصل تشري المواد المدرسية وتلتجأ في أكثر الأحيان إلى المساعدات وغير ذلك، وهذا بطبيعة مقلق لضمان حق التعليم بالنسبة للأطفال. توفير الحد الأدنى من المستلزمات المدرسية بالمؤسسات التربوية وتوجيهها لمستحقيها من الأسر محدودة الدخل، إلى جانب التفكير في رقمنة محتوى البرامج التعليمية بهدف تخفيف كلفة الورق، مقترحات مطروحة للدرس كحلول للضغط على كلفة العودة المدرسية.